إذا السلام عليكم لكل متتبعين قناة أخبار الفجر المغربية والفجر سبورت مباشرة بمدينة القنيطرة من قلب منزل لاعبة المنتخب المغربي بنزينة. معنا الأخت نهيلة بنزينة اللي جينا تشرفنا وشرفونا ورحبوا بنا في المنزل ديالهم. مرحبا بك عبر قناة أخبار الفجر المغربية. شكرا لكم بزاف، كنرحب بكم على انكم جيتوا شرفتونا اليوم في المنزل ديالنا، فهذا بحد ذاته راه افتخار. كنقول لكم شكرا بزاف. حنا ايضا مفتخرين بكم ومفتخرين بالاخت ديالك نهيلة. نهيلة، بغيتك تكلمي شويه على نهيلة كطفله. بالنسبه لنهيلة فهي الاخت الرابعه في البنات، واحد الانسانه اللي عندها بزاف ديال الاحلام، وفي كل حلم كتمناه دائما كتخدم عليه وكتشوف الحوايج اللي غادي يساعدوها، والحمد لله كتم هذا في حياتها لا شخصيه ولا مهنيه مزيان. تي كاخت ديال نهيله، واش كنتي من المؤيدين ديالها؟ كنتي كتشجعيها اولا كنتي كونطر؟ يعني كنشوفوا نهيله تبارك الله شابه، وكنا كنعرفوا ان اغلبيه الاسر المغربيه ما كيساندوش، يعني البنات خصوصا كتقول البنت غتدخل غتلعب كره يجي شويه قاصحه مش بحال الدري، واش كنتي كتسانديها انت؟ بطبيعه الحال كنساندها، لاننا حنا الحمد لله واحد العائله اللي محافظه، وكنا امنوا بكل فرد في الاسره ديالنا ان اي واحد عنده حلم كنوقفوا في جنبه وكنساندوه، فما كانش عندنا نهائيا شي مشكل، لان نهيله ترعرعات وسط واحد العائله اللي كتبغي الكره بزاف، وبحكم ان الاب ديالي كان لاعب الكره في وقته، فالحمد لله ما تيسراتش ليه انه يولي معروف عالميا وحتى في المغرب انه يعرفوا كل شيء، فشاف الموهبه اللي كانت عنده الحمد لله ولات في نهيله، فبالعكس ساندها وعطاها بزاف ديال النصائح ووقف جنبها، والعائله كامله الحمد لله ضامنات معاها، وحنا دائما سندوا ظهر نهيلة الحمد لله. المنتخب المغربي الوطني النسوي تأهل لأول مرة لكأس العالم، شنو رأيك؟ الحمد لله بكوني امرأة فدائما كنفتخر وكنعتز بأن المرأة المغربية الحمد لله دارت بزاف ديال الإنجازات، كل وحدة في المجال ديالها، يعني في مجالات مختلفة، فكيكون الشرف كبير ملي كنشوفوا المرأة أنها ما بقاتش محصورة وسط واحد، يعني ما بيناش اكثر، بالعكس ولات العالم كامل كيتكلم على المراه المغربيه بالانجازات ديالها وطموحاتها انها كتخدم عليهم، ومزيد ان شاء الله من التالق، والشرف الكبير هو اننا مغاربه الحمد لله. الحمد لله. اذا غدا ان شاء الله مقابله المنتخب المغربي ضد المنتخب الفرنسي، شنو الرساله اللي تبغي توجهي من خلال جريده اخبار الفجر المغربيه وفجر سبورت لنهيله ولكل زميله ديالها؟ بالنسبه للمنتخب الوطني ككل كنقول لهم تبارك الله ما شاء الله عليكم، كنتوا بواحد المستوى اللي جيد واديتوا بواحد الطريقه اللي زوينه بزاف، وكان بيناتكم تفاهم كبير، هذا الشيء شناه في المباراه بانكم تبارك الله تميزتوا ودرتوا واحد الضجه عالميه اللي خليتوا العالم كامل كيتكلم عليكم، انا كنقول لكم بالتوفيق لكم ان شاء الله وغادي تجيبوها، وحنا دائما مفتخرين بكم كنعتزوا بكم. بالنسبه لنهيله كنقول لك اختي تبارك الله عليك، اليوم الحمد لله كنشوفوا انك غدا كتحققي في الاحلام ديالك اللي كنتي كتمنيها من شحال هذه، واليوم خطوه بخطوه كتوصلي للحلم ديالك، كنقول لك تبارك الله عليك وواصلي ومديها في حتى شي حاجه سلبيه جات قدامك، انا كنعرفك بان انت من واحد النوع اللي دائما كتخطي الصعاب، ما كاين شي حاجه اللي كتكسرك او انك تستسلمي، بالعكس واحد الانسانه اللي قويه بزاف، والحمد لله تابعين كرضات الوالدين والاخوات وكل من كيبغي نهيلة بنزينة. نتواجد الان مع والد لاعبة المنتخب المغربي نهيلة بنزينة. علي سعلي بنزينة هو والد نهيلة بنزينة. السلام عليكم. وعليكم السلام. مرحبا بنا معكم، دابا حنا كنرحبوا براسنا. بارك الله فيك. في المنزل ديال علي بنزينة والاب ديال نهيلة بنزينة، حتى هي ترحب بكم. بغينا نعرفوا وقتاش بدات نهيلة كتهتم بكرة القدم؟ نهيلة بنزينة بدات في كرة القدم عندها خمس سنوات، ولكن كانت كتقرا متبع الدراسه ديالها ومتبعه كره، تتلعب الميني فوت تاع الكره مصغره في الحومه. انا ملي كنت كنجي من العمل كنجي كنلقى تتلعب في الحومه، ملي كتشوفني جاي وصلت قررت ليها بحال لي شويه كتهتم مني شي شويه، ولكن هي بحال لي عزيزه عليا بزاف. المهم شفت فيها تتلعب مع الدراري ومع البنات، هي ديك ملي كندوي معاه بنزين نهيلة واش حفظتي واش؟ قالت لي يا بابا داكشي نار، الدراسة ديالها رقم واحد والرياضة ثاني. يعني ما كتفرطش في القراية ديالها؟ ما كتفرطش، حيت قلت لها بنتي القراية هي الأولى والكرة أنا غنعاونك أنا غنساندك. إذا أنت كنتي من المساندين الأولين ديالها؟ أيه أنا المساند الأول، أنا مارست أنا الكرة
ولكن الحمد لله ملي توقفت على الكره لقيت بنتي هي اللي غتتبع، غتبقى غاده في هذاك المسار اللي كنت فيه انا وحبست كملته نويله. ما جاتك صعيبه انها بنت يعني ماشي دري؟ لا عادي داكشي، حيت الحمد لله راه البنات في العالم وبنات في اي جهه واي مجال راه البنات تيشاركوا. انا كنلقاو بزاف ديال الناس كينتقدوا بنت كتلعب كرة القدم، دابا كتبعوا في القضية ديال لا البنت الدار، البنت التربية، البنت كوزينة، بنت بزاف ديال هي راه كاين اللي رياضيه ومن كتجي كتدخل الكوزينه كتعاون ماماها ولا تعاون خواتاتها كتعاون، ماشي عيب، راه من الاحسن تكون عندها متبعه واحد الحاجه، ماشي هي جالسه في الدار وما عندها حتى حاجه، الدراسه هي الاولى وانتي كتكمل الرياضه ديالها، ماشي عيب. نهيلة كانت كتلعب في فريق نادي القنيطرة، اللي وقتاش التحقت بالفريق؟ كانت عدت ما بين 12 ل 13، لعبت فئات صغرى هي الاولى، ملي تحسنات تكبر في السنوات ديالها لعبت مع الكبار. الفريق الاول كانت في اي سنه لو بغيتي؟ 2014. 2014 من بعدها التحقت نهيلة الفريق الجيش الملكي. ايه من بعدها كيفاش استقبلتي يعني المنادات ديالها الفريق الجيش الملكي؟ ملي نتكلموا مع نهيلة عيطوا لها في التليفون، ملي هدوا مع نهيلة راه حنا بغيناك وداك الشيء نشوفوا الفريق ديالك ونشوفوا الاب ديالك ولا الام ديالك. قالت لهم مرحبا، نتشاور مع الاب ديالي ولا وافق لي ما كاين حتى شي مشكل. بالفعل ردات عليا الهضره قالت لي انت لكنتي انتي عندك واحد النيه وباغيه الاحتراف راه ماشي مشكل، الاحتراف ماشي عيب. نتوما كعائله ديال نهيله الام ديالها الاب ديالها الخو ديالها جاكم اتصال يعني باش تلتحق نهيله للمنتخب الوطني المغربي، كيفاش استقبلتوه يعني؟ هذاك استقبال ديك الليله ملي سمعنا داك الخبر راه سبحان الله العلي العظيم اللي عطانا ديك الموهبه لديك الدريه، هذيك الليله راه ما نعسناش، واحد الفرحه كبيره للام ولا الخوات ديالها ولا انا بصفتي الاب ديالها، ما نعسناش هذيك الليله وهي كذلك فرحات. يعني شنو قلتي للبنت ديالك يعني ملي جاك الهاتف وان البنت نهيله غادي تلتحق فريق الوطني المغربي؟ راه ماشي ساهل ترفع القميص ديال المغرب ديال البلاد ترابوت البلاد، شنو النقاش اللي دار ما بينك وبين نهيله؟ انا هذيك الساعه بنتي دويت مع بحال كأنفاس، قلت لها بنتي الله يرضي عليك حققتي احلامك انت الاولى، حققتي احلام ديال الوالدين، حققت الاحلام ديال القنيطريين وديال المغاربه. واش عليها راه كلشي هذيك راه ظهري هذيك راه من بصفه عامه راه حتى المنتخب المغربي راه حقق لك شي انجاز كبير، وفرحات هذيك الليله والعائله الحمد لله اللي سمعها لا من العائله ديال الام ولا ديال الاب ديالها بصفتها كذلك صيفطوا لها واحد الرساله كيهنيوها. الحمد لله هذا مضى الله سبحانه وتعالى، الانسان ملي كيكبر وكيتعب وكيشقى وكيقرا راه غادي يوصل، اكيد غادي يوصل الحمد لله. قول لي الرئيس ديال الفيفا من بعد التاهل ديال المنتخب المغربي النسوي نزل لعند نهيله سلم عليها وشجع، شنو رايك في هذه الحركه اللي دارت من قبل رئيس الفيفا؟ والرأي انا الشخصي ملي هبط رئيس الفيفا رئيس الفيفا ديال العالم كرة القدم العالمية وكيهنئك وكيعطيك وكيحس بك واحد اللاعبة ولو الحجاب ولو هلا مشاركات مع المنتخب لأول مرة راه إنجاز كبير، وتا هي راه فرحات، وحنا كذلك ملي شفنا داك الصورة وداك الخبر اللي سمعناه وشناه حتى حنا فرحنا. ما كتحسش بشي انتقادات من خلال الجيران ولا الأحباب ولا الأصحاب؟ ما عمرك تلقيتي شي انتقاد يعني بنت لعبت منتخب دايره الحجاب داخل الملعب، كيفاش هذه دايره الحجاب وداخله كتلعب كره، كيفاش لقيتي شي انتقاد؟ لا بحال الناس ديال فيسبوك ولا انستغرام ولا هذوك كاين اللي ينتقدوا، ولكن نهيله ما رداتش عليهم، داكشي عندها عادي الحمد لله. هو حنا كذلك هم اللي نزل رئيس الفيفا رئيس كرة القدم ديال العالم وهنئها وسلم عليها وشجعها، وهذيك راه رسالة للعالم الإسلامي، إذا راه تشجيع وفخر للبنات المغربيات المسلمات شرفات المغرب، راه دارت رسالة ودرس للعالم وللبنات المسلمات، راه حتى هما كاين اللي غيتبع في هذا المجال على حساب يعني رئيس الفيفا اختارها من دون اللاعبات كاملين ووحدة دايرة الحجاب نزل عندها الأرضية الملعب وهنئها وشجعها. هذاك راه في حد ذاته راه انجاز كبير، والحمد لله هي حست بواحد الفخر
اللي رئيس الفيفا تيسلم عليها ويشجعها، راه انجاز كبير حقاته وحقاته للبنات العربيه المسلمات. بعد تأهل ديال المنتخب المغربي النسوي لأول مرة في تاريخ كرة القدم تأهل لكأس العالم، بالنسبة للجيران، الجيران ديالكم جاو ينقوكم فرحوا معاكم، كيفاش كانت آراء الجيران وكيفاش شفتي فرحة الجيران وكيفاش؟ الحمد لله كنت مشيت عيل البلاد مع العائلة مع الأم ديالها، عيل العائلة وولاد البلاد داروا بينا تيهنئونا وكيفرحوا بالله. أول مرة بنتنا وبنت العائله ديالنا شرفتنا، شرفت البلاد وشرفت مدينه القنيطره وشرفت العائله كأم وأب والخواتات والأصحاب كلهم شرفاتهم، راه في حد ذاته راه حقق لنا إنجاز كبير ليها ولجميع المغاربه. أنت كأب نهيله، شنو الرساله اللي تبغي ترسل لنهيله بالضبط كابنه ديالك؟ شنو تبغي تنصحها قبل بدايه المقابله غدا ان شاء الله المنتخب المغربي ضد المنتخب الفرنسي؟ كنتمنوا من الله من الغداء مدبرها حكيم ان شاء الله بالتيسير ديال الله والدعوات ديال الوالدين وديال الاحباب والعائله والصحاب، وغن احنا مشجعينهم وكنتمنوا من الله النهيله تكون مركزه مع الفريق المنتخب المغربي للسيدات، صحاباتها يكونوا مركزين لا من الطاقم الطبي ولا الاداري ولا المسائل، كان ستاف كامل يكونوا مركزين على المقابلة، وراه 90 دقيقة غيلعبوا يكون فيها الخير يعطيو اللي عندهم، يكونوا مستعدين ما يتخوفوش بحال الماتش ديال ألمانيا، لا ينساو دوك الماتشات كلهم، دابا يديروا الماتش خور بحال اللي عاد بداية وما يكون على خير إن شاء الله. الرسالة ديالك لنهيلة بنتك بالضبط، واش أنت راضي عليها ولا ما راضيش عليها ولا؟ أنا راضي على نهيلة. سمعي رضا نهيلة، سمعي قبل بداية المقابلة. أنا راضي عليها. رضا. 100%. زيد رضا. 100%، 1000%. وراضي عليها حتى الأم ديالها وحتى الخوات، راك الدعوات حتى العائلات كلشي كيرضيو عليها من القلب. شرفتينا وشرفتي المغاربة كامل والعائلة وشرفات الجميع. وشرفات القنيطريين أيضا. مدينة القنيطرة هذيك راه مرأة راه فيها ضروري غتشرفها. وشرفات محمد السادس الله ينصرو، حتى هو الرياضي الأول. شنو تبغي تقول للريادي الاول الملكنا محمد السادس؟ انا اللي كنتمنى من محمد السادس الشفاء العاجل، حتى هو الله يعطيه صحيحه جديده، هو الريادي الاول اللي يشجع جميع الريادات لا البنات ولا الذكور، ووصلوا على يده ويد الله سبحانه وتعالى وصلوا هذه الانجازات وحقق لهم جميع الطلبات ديالهم، والله ينصرهم.